انا كاني طالع من طريق مكه جده سريع قبل اسماك الدانه المحطه اللي قبل اسماك الدانه جاني ارض هناك على شكل مثلث قصدك على جنب الطريق. قصدك من مكه لجده مو من جده لمكه؟ إيه من جد من مكة لجدة. نعم إيه مو من جدة لمكة. و إيه صحيح. وكانت داخل حدود الحرم قبل أسماك الدانة محطة أسماك الدانة وعارف موقعها وأشوفها في الحلم وحتى إني مستبشر خير وكنت يعني أشوف الأرض قدامي كذا على شكل مثلث بالضبط. أقول بقسمها محلات وعلى شارع على طريق سريع وموقعها داخل الحرم داخل حدود الحرم وفي مكة المكرمة ومبسوط أنا وقتها في الحلم فأبغى إيش المغزى. طيب في ناس يقولون أنا قلت من جاي من مكة لجدة وأنت قلت من جاي لجدة لمكة قالوا وش الفرق؟ لا في فرق. لا في فرق. في فرق. وش الفرق؟ أنت وانت رايح الجدة رايح المكة بتصير على يسارك وجاي من مكة بتصير على يمينك. صحيح. وانت رايح المكة لازم تأخذ يوتير وترجع مسافة. عرفت شلون الفرق؟ هنا الفرق. صحيح. طيب أخذت مبلغ دين من أجل مشروع؟ لا. دخلت في دين عندي بس مو مشروع يعني زواج ولا سداد. طيب. ديون اخرى الحمد لله. كانت شكلها مثلثه؟ نعم شكلها مثلثه هنا من جهه اسماك الدانه. طيب من جهه على اليمين من البدايه من اليمين الراس المثلث وانا باتجاه جدة زي ما تقول ينفرد المثلث في الأرض. الدين اللي عليك 180 والله تقريبا في ذاك الوقت ممكن تقريبا 180 ما حصيته بس انه عندي قرضين يعني عرفت ما حصيته بكم. طيب كم تقريبا؟ عندي 60 وعندي اللي هي حقة الزواج وعندي قرض تقريبا 120. كم كلها؟ 108 مثلثة. خير إن شاء الله. خذ من مثلثة 100 مثلثة خذ منها 100 تأخذ كذلك 80 شكل مثلثة مثلثة شكل مثلث مثلث شكله كم؟ 8 زين؟ صحيح. اللي تحت قصة في الطهور جنبه يصير إيش؟ 180 واحد. هذا الأرض من كل من أسماك الدانة دين دانة دانة فلان دائم. نعم صح؟ نعم صحيح. والأرض من هي؟ الأرض اللي هي الفلوس تقريبا زوجتك. طيب هل هو خير يا شيخ؟ خلاص وقع إن شاء الله. هو وقع أنا أدري إنه وقع يعني حصلت البركة إن شاء الله. خلاص بس. لكن حاجة نسيتها يوم نزلت السنابات دي نسيت أقولها ونسيت أشرحها في الوقت البث. طالع من مكة لجدة. مكة أم القرى وهي أفضل بقاع الأرض. إذا هي أم وكذلك البحث عن الزوجة وهو يقول أرض يعني أقول إنها مناسبة ومن هذا الكلام بخلي فيها محلات يعني فروع والفروع من الأصل ذرية ومن جدة يقول رايح الجدة إذن الجدة يرى إن شاء الله ذريته هو زوجته. هذا معنى الرموز اللي ما شرحتها.
طبعا الشرح يا جماعه الخير سواء كان هي في ستوري دائما احب افصل فيه، لكن في على الخاص او على المساحات او على في برنامج رؤيا لا يكون يعني بقدر ما يفهم الرأي ليس بهذا التفصيل الطويل.